لم يعد هناك فوهة بركان تغلي، انفجر البركان. تمر علي وعلى كثير من المشتغلين بأمر الدعوة تساؤلات: الأمة اليوم مريضة، الليل يزداد حلكة، فتن تجعل الحليم حيران، الناس تسمع لكنها لا تنصت، ترى لكنها لا تبصر، تتكبر وفي ماضيها لا تتفكر. ليس بأيدينا الحل، نحن فقط نحاول الوصول إلى الحق سبحانه، فهو مقلب القلوب ومصرف الأبصار سبحانه وتعالى. بصائر في موسمه الثاني يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية. رمضان شهر الفرقان.